جدا الحاله النفسيه لمريض الاورام، ان مريض السرطان بيحس ان حياته انتهت، وده الكلام ده مش صح. يعني الحاله النفسيه ليها دور في جدا الشفاء. الحاله النفسيه بتاثر على جهاز المناعه جدا، يعني اللي حالته النفسيه سيئه بيبقى جهاز المناعه عنده ضعيف، ويبقى عرضه للهجوم عليه حتى من البكتيريا ومن اي حاجه تانية، ومن ضمنها السرطان نفسه. لان هي قصه السرطان اصلا هي قصه جهاز المناعه. احنا في حياتنا اليوميه بيتكون عندنا خلايا شاذه كتير جدا، دور جهاز المناعه بتاعنا ان هو يتعرف على الخلايا الشاذه دي ويموتها ويقتلها، يقضي عليها ويقضي عليها وما يديهاش فرصه ابدا انها تنمو. الخليه دي لو قدرت تهرب بشكل او باخر من جهاز المناعه ساعتها بيتكون ورم السرطان. فبالتالي جهاز يعني ده المناعة اصلا السبب في خلل في الجهاز المناعي. خلل في جهاز المناعه ده رقم واحد. ده يمكن اهم ده يؤكد ان الاتجاه دلوقتي حتى في الغرب كله لكيفيه رفع الجهاز المناعي ان هو يبقى قادر ان هو يقاوم كل الامراض اللي موجوده. تمام بالظبط كده. جهاز المناعه جهاز مهم جدا في جسمنا، بيقاوم كل حاجه، يعني سواء بكتيريا سواء اورام او اي حاجه جهاز المناعه بيقاومها، وهو الاصل في انواع من الخلايا في جهاز المناعه، يعني بتستكشف بتلف في الجسم وبتستكشف اي حاجه غريبه، ولما بتشوف اي حاجه غريبه بتعمل ضدها مضادات اجسام. مضادات الاجسام دي هي الجيش اللي بيحارب اي حاجه غريبه موجوده في الجسم عشان يقتلها، وده دور جهاز المناعه. فدوره مهم جدا وقت ان المناعه تقل دايما. حتى كمان نعرف ان الناس اللي عندهم نقص المناعه سواء عندهم ايدز او عندهم اي مرض تاني بيقلل المناعه بتاعتهم، بيبقوا عرضه للاورام السرطانيه العنيفه جدا، وحتى البكتيريا الضعيفه جدا ممكن تعمل عندهم تاثير جامد جدا بسبب ان جهاز المناعه ضعيف.